فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من قال كلمة وارتد بها عن دينه يحبط جميع عمله؟ حتى يتوب إلى الله، الردة تحبط جميع الأعمال، يتوب إلى الله عز وجل. نعم، من تاب تاب الله عليه. نعم. وإذا حبط عمله ورجع للإسلام هل ترد أعماله السابقة عليه؟ هذا محل خلاف، من العلماء من يقول لا ترد عليه، يبدأ من جديد، ومنهم من يقول ترد عليه، ومنهم الإمام الشافعي، وذلك لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال: فرتب حبوط الأعمال على أمرين، الردة والموت عليها، فدل على أنه لو تاب قبل أن يموت أنها ترجع إليه أعمال. وهذا الذي سمعت الشيخ بن باز مرارا وتكرارا يرجحه. نعم.